يكون في برنامج قرآنيات. في مرة أنس بن مالك كان قاعد بيقرأ في القرآن، فابتدوا يصححوا له الآيات، فكان ليه رد فعل غريب شوية. أهلا بك يا أخي مالك. أهلا بكي. لما حاولوا يصححوا لأنس بن مالك وهو بيقرأ بعض الآيات، ممكن تقول لي إيه الآيات اللي كان بيصححها له وإيه رد فعله؟ صحيح، ذات مرة سمع الصحابة أنس بن مالك يقرأ في سورة المزمل الآية 6، تقول الآية وهي على الشاشة: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فروى إلى أنس، يعني لأنس روى إلى قراءتين، قال وأصوب قيلا، وفي مكان آخر روى وأهيأ قيلا. فهاتان القراءتين متعارضتين أو مختلفتين عما يقرأ به عموم المسلمون عموما، الهوية أقوم. فصلحوا له، فقالوا الآخرون أني لا يا أنس، أنت تقرأ على غلط، والصواب وأقوم قيلا. فكان رده أني أنا أقرأ على صواب، وقال لهم وبالحرف: أقوم وأصوب وأهيا سواء، أني هؤلاء الكلمات سواء متساوية مع بعض، سواء قرأت أنا أقوم سواء قرأت أصوب وأهيا ما في مشكلة، الجميع تؤدي هذه الكلمات، كل الطرق تؤدي إلى روما. نعم، إنها تؤدي لهذا المعنى. بعدين مرت على ما يبدو فترة ما أو في مكان آخر حدث شيء مشابه. فذات مرة كان أيضا يقرأ هذا الرجل في سورة الشرح: ووضعنا عنك وزرك. فكان أنس يقرأ وحططنا عنك وزرك. فالآخرون قالوا له: يا أنس بن مالك، أني أنت تقرأ غلط. فقالوا له: كيف أني أقرأ غلط؟ قالوا: لا، أنت لماذا تقرأ حططنا؟ يعني كلياتنا نعرف وضعنا. فماذا كان رده؟ قال أنس: وضعنا وحللنا وحططنا عنك وزرك سواء. قالوا إنها نفس المعنى. إن جبريل أتى النبي فقال: اقرأ على سبعة أحرف ما لن تخلط مغفرة بعذاب أو عذاب بمغفرة. باختصار أن هذا الرجل كان لا يرى بأسا أنه غير في الكلمات، كلمة بكلمة أخرى ما دام المعنى واحد. فإذا وهذا الرجل نحن عملنا عليه حلقة، فبنعرف أنه هو الشخص كان طفل بالزبط. دخل إلى بيت محمد عبي عمر 10 سنوات، كان يخدم محمد، نقل على لسان حوالي 2300 حديث، كان يسمى أعظم المحدثين، كان من الشخصيات الأجلاء عند الرعي الأول من المسلمين، كان لا يرى بأسا بأن شخصا يقرأ كلمة عوض كلمة ما دام نفس المعنى بالزبط. ما دام وضعنا وحللنا وحططنا تعطي نفس المعنى، كان يرى أن موضوع الأحرف السبعة هي حرية في اختيار الكلمة المناسبة ما دام المسألة لا تتعدى يعني الفكرة القرآنية. يبقى كده أنس بن مالك كان بيختار الكلمة بالمعنى، أو بيحط الكلمة بالمعنى، ويعلم المسلمين أنه لا ليس مشكلة، ما فيش مشكلة في التقيد بالحرف. نعم أبدا. طيب بشكرك أخي مالك. برضو نرجع تاني، هي حططنا والله ولا إيه وضعنا؟ طيب شكرا أعزائي المشاهدين، نشوفكم في الحلقة القادمة من القرآنيات، وبرضو نقول هي حططنا ولا وضعنا. شكرا.